اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا باش نتعرفوا على موقع لربح USDT وكل العملات الرقمية على فوسيت باي الذي لم يربح ولا سنت من الانترنت هذا الموقع ليه وبدون حد ادنى للسحب. كذلك باش نعلنوا على الفايزين في الجيف اواي اللي كنا اعلن عليه في هذا الفيديو. 10 اصدقاء كل واحد منهم باش يتحصل على 1 دولار من عملة الدرون على الفوسيت باي. بسوا اشترك في القناة، تفعيل الجرس بصلكم كل جديد يخص العمل وروح على تريند قناة على مامين، ولا عنده اي استفسار او تساؤل ليش متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بينا على مامين على فيسبوك انستغرام وتيك توك وقناتنا على التليجرام والرابط القوة في صندوق الوصف. قبل ما نمشيو للموقع، قبل ما نعلو على الفائزين، صديقنا عنده قناة على اليوتيوب، صديقي مروان من المتابعين ومن الناس اللي اجتهدت وعملت قناة على اليوتيوب، كما قلت 43 مشترك و 26 فيديو مجتهد يعطيه الصحة. كان يستمر في النشر ويكون صادق ويحسن الصور المصغرة، نتصوره باش يوصل حاجة كبيرة إن شاء الله. أخونا مروان من قناة كريبتو كوين في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت تلقاه قناته. أنا شخصيا مشترك، نفعل الجرس وخلينا الآن بطبيعة الحال ربي يوفق مروان وربي يوفق كل شخص يجتهد على نفسه. الآن نمشيو إلى الموقع. الغني على التعريف، موقعنا الرسمي للربح من الانترنت مامين ايرن في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت وتلقاه مقالة شرحت فيها كل تفاصيل طرق الربح بيت سحب ورابط التسجيل. وبالنسبة للجيفاوي والفايزين مش نعلنوا عليهم في اخر الفيديو. بعد ما وصلت الى الموقع عليك لا تضغط كلمة ريجستر اذا لم تسجل في هذا الموقع، وباش تخلي المعلومات الخاصة بك من بينها البريد الالكتروني اليوزر نيم الباسورد، يعاد تكتب الباسورد تكمل الكابتشا وتضغط على ريجستر اكونت. انا عندي حساب باش ندخل الى حسابي الان. في هذا المكان يقول لك البريد الالكتروني، جيد جدا. خلينا البريد الالكتروني، ادخلنا الى الحساب. طرق عديده للربح من موقع مامين ايرن واللي هي الفوست البي تي سي انك تشاهد اعلانات واكمال المهام والعروض في هذه الخانه. علاش قلت لكم انا اذا لم تربح من الانترنت هذا الموقع يساعدك، موقع سهل جدا وسحب فوري وبدون حد ادنى للسحب. بالنسبه لطرق السحب نشوفوها مع، نضغط على كلمه withdraw عندك كل العملات الموجوده في الفوسيت باي وبدون حد ادنى للسحب. وبالنسبه طرق الاخرى الباير والباينانس بحد ادنى 10 سنت فقط. به خلينا الان نشوفوا طرق الربح ونجربوا احنا الكليم فوسيت. نضغط على كليم، تكمل الكابتشا بهذه الطريقه وتضغط على كليم، فبالتالي انت ربحت 10 نقاط من مامين توكن تجم تسحب الان. نضغط على كلمه ويثرو ونسحبوا على سبيل المثال، العديد من الناس تحب تسحب عمله اليو اس دي تي. احنا نشوفوا تيذر فوسيت كما قاعدين تشاهدوا، تخلي المبلغ على سبيل المثال، احنا باش نقول معناتها العشر كوينات اللي لمدناهم باش نسحبوهم على سبيل المثال، وتخلي البريد الالكتروني اللي انت مسجل به في الفوسيت باي. نكتبوه الان مع بعضنا وتضغط على كلمه سبميت، سحب فوري ومباشر. خلينا الان نتوجه للفوسيت باي الخاص بنا الذي لا يسجل في الفوسيت باي. الفوسيت باي هي محفظه رقميه ميكرو وولت يمكن أن تسجل فيها وتجمع عملاتك الرقمية من جميع المواقع تقريبا الذي تدعم الفوسيت باي. به نعمل تحديث للصفحة الآن، وكما قاعدين تشاهدوا هذا إثبات سحب مامين ايرن هذا المبلغ. صحيح هو المبلغ صغير لكن أنت عملت كابتشا فقط مرة واحدة وتحصلت على USDT بطريقة مجانية. نشوفوا احنا من بعضنا كما قاعدين تلاحظوا مامين ايرن هذا المبلغ نورمال بايمنت، سحب فوري ومباشر بدون حد أدنى للسحب لكل العملات الرقمية الموجودة في الفوسيت باي. به لا توجد فوسيت فقط، وهي الفوسيت كل ساعة كل 60 دقيقة يمكن أن تكمل هذه الكابتشا. به هنالك الربح مشاهدة الإعلانات، على سبيل المثال نضغط على بيتكو تاسك وتلقى كل هذه الإعلانات. تضغط على فيو آد، تنتظر 30 ثانية منك تتعرف على مواقع، منك تتحصل على مامين توكن بطريقة مجانية، بعد ذلك يمكن تسحبها. هذه كلها إعلانات شباب، إعلانات متجددة يوميا. كذلك الاد سبيني في اعلانات. وبالنسبه للبيتكو تاسك نشوفهم بعضنا، هذا الناس اللي تحب
تربح 1 دولار 2 دولار يوميا، لكن بجهد 3 4 ساعات. معناتها باش نكون واضح وصريح معكم شباب، نشوفوا مع بعضنا احنا الان ما هي طرق السحب، ما هي طرق الربح. نضغط على هذا المكان، عندك البي تي سي اللي احنا شاهدناه منذ قليل، نضغط على كلمة اوفر، ما هي العروض الموجودة والشركات الموجودة في البيتكو تاسك. بيضغط على الاوفر وان لم اجد شركة عروض، اضغط على السيرفي انك تكمل استطلاعات. على سبيل المثال هنالك هذا الاستطلاع، تجاوب على بعض الاسئلة وتحصل على هذا المبلغ من عملة مامين توكن، 5040 مامين توكن تقريبا. بنشوف الطريقة التي تليها واللي هي مور اوفرز، تلقى شركات عروض من بينها تيمول، بيت لابس، مونوليكس، وات بريك ميديا. شوفوا تيمول، نضغط عليها، تدخل الى حسابك. بعد حال يجب ان يكون لديك حساب في تيمول، عندك الكليكس انك تشاهد اعلانات، تضغط على فيو تشاهد هذا الاعلان 5 ثواني، تحصل على 16 نقطة وتلقى العديد من الاعلانات. عندنا كذلك التاسك، نضغط على فيو تاسك باش تلقى مهام عديدة والكاتيجوري متنوعة ومختلفة. بهذه الكاتيجوري ثم 58 كاتيجوري، فولو واشتراك وتسجيل في مواقع وتحميل تطبيقات وما شابه. باش نجربه على سبيل المثال يقول لك جوين تيليجرام، نضغط على فيو، بتقول له ستارت وتقوم بالاشتراك في التليجرام الخاص بهم، ترسل لهم سكرين شوت انك اشتركت وتضغط على سبميت فور ابروف. تيمول في معناتها موقع ممتاز جدا ومنصة جيدة لجمع رأس المال، يمكن كما قلنا 1 دولار 2 دولار يوميا كانك انت تجتهد وتشتغل اكثر فاكثر في هذا الموقع. ان شاء الله نعملوا له فيديو خاص ونجربوا احنا نشتغلوا على بعض المهام ونوريكم الطريقة بالتفصيل. نرجع للبيتكو تاسك الآن، وهناك طرق أخرى، سامحوني طولت عليكم شباب. إذا احنا كنا في المور أوفر، ثم الفوست، نفس الفوست اللي احنا حكينا عليها، وثم السيرف بوست، الجيم، شورت لينك، الفيديو، والتاسك، مهام موجودة في البيتكو تاسك. هذوما مع طرق يمكن أن تجمع منهم مبالغ وتسحبها بعد ذلك على الفوست باي، الباينانس، والباير. طريقة أخرى للربح واللي هي رابط الإحالة، تنسخ هذا الرابط، ترجع لأوسع نطاق، أي شخص سجل من خلالك ويشتغل على الموقع. بالنسبة للفوست فقط، الأشياء الأخرى لم أضع نسبة للربح، على ما أظن 10% نسبة الربح من الفوست لأي شخص سجل من خلالك واشتغل على هذا الموقع بالنسبة للفوست. ان شاء الله نحاول نحسن ونضيف حاجات، نضيف شركات اخرى، ونكملوا نشرحوا موقع مامين ايرن كل اسبوع. ان شاء الله نعمل فيديو خصيصا بمنصه مامين ايرن. الان نمشيو الى باش نعلنوا على الفائزين هذا الفيديو اللي احنا حكينا عليه. شكرا على الدعم واللايكات والمشاهدات. خلينا ناخذ رابط الفيديو، نمشيو الى هذا الموقع كومنت بيكر، ننزل الى الاسفل، نخليو الفيديو الخاص بينا ونعملو الفلترة. إذا شخص عمل العديد من التعليقات فيحتسب شخص واحد. ننزل إلى الأسفل وديريشن هذه، نعملو الكابتشا هذه 9، ونضغط على Get YouTube Comment. هنالك 75 تعليق، يعني 75 شخص اشتركوا في هذا الجيفاوي، وباش نقدمه لعشرة اشخاص ان شاء الله، ال 65 شخص في مسابقة اخرى. ننزل اسفل ونضغط على كلمة ستارت، الشخص الاول الفائز واللي هو صاحب هذا اللوجو وهذا الاسم يجب يتواصل معنا على الخاص، مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا موجودة، سواء فيسبوك، انستغرام، تيك توك، ومن مستحسن فيسبوك الصفحة الرسمية الخاصة بنا على مامين. بطبيعة الحال باش نتحدث معك وتقدم لي الايميل الخاص بيك متاع الفوست باي، حتى ارسل لك عملة الترون، 9 ترونات 10 ترونات انت وسعر الترون في ذلك الوقت.
نضغط على pick another winner. به الآن نضغط على مرة أخرى, نضغط على start. الفائز الثاني معانا واللي هو تيتو. تيتو 1989 مدريد. ألف مبروك ليك خويا, وتتواصل معايا على الخاص. ما نعرفش يعني يتكتبوا لي هذوما بعد ولا لا. توا على كل توا نرجع للفيديو نشوفهم. نضغط على pick another winner. الفائز الثالث معنا واللي هو the compass 150. ألف مبروك صديقي, كنت جاوب امين, الله يخليك خويا, والف مبروك ليك. واحد دولار من عملة الترون. نضغط على pick another winner. الفائز الرابع معانا واللي هو بن سدرين امين 34 27. ان شاء الله نربح ورب يوفقك خويا امين. رب استجاب لدعوات اخونا امين, والف مبروك واحد دولار على الفوست باي. الفائز الخامس معانا, نضغط على start واللي هو user. به يتواصل معانا الحقيقة, الاسم مش واضح لكن صاحب اللوجو هذايا والحساب هذايا يتواصل معانا. ألف مبروك. نشوفه الآن الفائز السادس, إن شاء الله نربح. ربحت خونا وصاحب هذا اللوجو وهذا اليوزر نيم يتواصل معنا. الرابح السابع واللي هو سكانيسيو, مشكور امين. الله يخليك خونا سكانيسيو, اسمك صعيب شوية. هذا الفائز السابع, الف مبروك. نشوف الفائز الثامن ما عادش ربح هذا الشخص, تو نثبت. ايه pick another winner. الفائز معانا بهذا اللوجو وبهذا اليوزر نيم يتواصل معنا بالتوفيق اخي امين, الله يخليك هنا. pick another winner. صاحب اللوجو هذايا وصاحب اليوزر نيم هذا يتواصل معنا, يقبل إحالة وهمية. الله أعلم خويا, لم أجرب. نصور يعني جاوبتك في التعليقات. بهذوما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة, استنى ثلاثة خمسة, مازال فائز واحد, مش تشوفوا بعضنا الآن. pick another winner, آخر فائز معنا في هذه المسابقة واللي هو جرافيك ديزاينر 1996. برافو امين, الله يخليك, والف مبروك ليك. واحد دولار بعملة الترون على الفوست باي. هذوما الفائزين يتواصلوا معنا على الخاص ويرسلوا البريد الالكتروني الخاص بهم على الفوست باي, ونرسل لهم ان شاء الله بعد تنزيل الفيديو ب 24 ماكسيموم ان شاء الله, معناتها نرسل لهم الأرباح. سامحوني طولت عليكم شباب, هذه كانت المسابقة وهذا كان الموقع الخاص بنا الذي يريد ربح عملات رقمية على الفوست باي, باير وباينانس. نلتقي إن شاء الله في مواقع أخرى ومجالات جديدة وفيديوهات جديدة من عالم أمين. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.